مساء الفل عليكم. بس اليوكو عاملين ايه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله قراءات موفقة للجميع. يلا نبتدي قراءة الدلو، القراءة العامة برج الدلو. بصوا حبايبي، انت بتسألني عن فلوس عند الدلو، مفلس اهو افلاس يعني اشعر افلاس. لا، الحاله الماديه ما زالت شايفه عند الدلو مش كويسه قوي، لكنه بيجتهد قوي قوي قوي، مركز جدا، وهيشغل التربو نهايه الشهر، نهايه يونيو، هيبقى مشغول جدا ومركز جدا وحاطط كل طاقته وتركيزه في شغله. كويس؟ لا، ماديا ونصيحتي للدلو، ارجوكم خطه محكمه للصرف. اوكي؟ بلاش صرف في حاجات مالهاش لازمه، حاولوا بلاش بيع وشراء برضو الفتره دي، ممكن يكون في خساره عند برج الدلو ماديا، او على الاقل خلينا نقول العمليه ضيقه. كويس؟ فور كلاريفيكيشن، هتتحسن ان شاء الله، هتتحسن. يس، هتتحسن وهتتحسن نتيجة بنى بيبتدي برج الدلو في نهاية الشهر. بصوا بقى واتجاهوا، وهقول لكم ان انا قلت اوكي، والدلو يا ريت يبعتوا لي في المسجز ان انا قلت ده اتحقق عندهم ولا لا. الدلو هيبتدي يركز جدا في شغله، معلش انا قاريه القرايه بالعكس من نهايه الشهر، لاني كنت عايزه ارد على السؤال الاولاني بتاع الحاله الماديه للدلو. الدلو هيركز جدا في شغله، تمام؟ هيجتهد جدا وفعلا بضمير بقى، هيشتغل بضمير. كويس؟ بناء عليه طيب هيبتدي يبني بنى متين قوي جدا جدا جدا، وبيبني بقى ايه؟ فعلا صح، مش حاجه ملقلقه كده هبقى اظبطها بعدين، لا، بيبني مظبوط، مفيش حاجه اسمها تبقى نص نص، يعملها صح يا مش هعملها خالص. ماشي على القوانين، بمعنى ما بيعملش حاجه الليجل، اي حاجه مش قانونيه او حاجه مش صح، مفيش حاجه اسمها مش صح. بنى مظبوط، ما يخرجش الميه. بناء عليه هنبتدي الشهر اللي جاي ان شاء الله، اللي هو شهر 8 اللي جاي ده، ولا ايه؟ 7 هيبتدي الحاله الماديه عنده تستقر، ويحس ان هو متنغنغ كده ومتنعنش، ويعني سلطان زمان. هتتحسن كتير ان شاء الله، بس لازم تجتهد جامد زي ما قلنا، وتبتدي تعمل عمليه البناء اللي احنا شايفينها دي. طيب ايه اللي بيحصل عند الدلو؟ الدلو هنا عنده كارت ده في عمليه ترانسفورميشن، انتقال جامد جدا. ممكن ده واحد بسفر، الدلو ممكن يكون بيحصل عنده سفر، وممكن معناه تغيير جامد جدا جدا في حياته، شقلب له حياته وخايف. عمليه فيها نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده، الكلام ده ممكن يكون حصل بالفعل الفتره اللي فاتت، او على وشك ان هو يحصل دلوقتي حالا. بيسيب شغل يروح شغل تاني، بيسيب بلد يروح لشغل بلد تانيه. في سيستم الاساسيات حياه الدلو عنده، من اساسيات حياته بيتغير، تمام؟ والموضوع ده كان مخوف الدلو الان، ويا ترى في ايه بعدين؟ لا، في كل خير، ده في خير كتير ما شاء الله. اولا عمليه الانتقال بتاعتك نهايه المرحله وبدايه المرحله دي، ده خلاص، ده لازم، ده مطلوب. انت المرحله دي عندك خلصت خلاص، لقد حان الوقت انك تبتدي مرحله جديده، علشان تبتدي تطلع افكار جديده، تبتدي تغير الظروف اللي مش عاجباك دلوقتي، هي دي الفرصه. خلاص يعني خلينا نقول خير الفتره اللي فاتت خلص، خلاص لازم ندخل مرحله جديده عشان ناخد الخير الجديد، تمام؟ فما تخافش من التغيير، الافكار هتطلع والابداعات عند برج الدلو هتطلع. اي نعم، الحاله الماديه مش مساعداك، لسه مش كويسه، ويمكن يكون الدلو محتاج يصرف على الحاجه اللي هو بيعملها دي دلوقتي، تمام؟ محتاج يدفع من جيبه مثلا، بس هل الموضوع is it worth it؟ تستاهل؟
تستاهل. ايه كمان عندنا عند الدلو؟ عندنا Palace of Wands. الدلو شايف ان هو لم يعني مزاجه حلو الشهر ده، مزاجه حلو مبسوط، اجتماعياته كمان مش وحشه الفتره دي، يعني حابب يشوف ناس، ما عندوش مشكله، حابب يشوف الناس وحابب كمان يعزم ناس عنده. البالاس اوف وانس ده برضو ده يعني بيت عمران كده، عايز يجيب صحابه ويجيب يعني الناس ان هي تزوره في بيته، حاجه حلوه جدا. وبيوحي لي برضو بشكل من اشكال الاحتفالات، يعني ممكن يكون الدلو بيحتفل بحاجه، والله اعلم، يكونش على نص الشهر بيحتفل بحاجه حلوه جدا وبتسره وبتفرحه جدا جدا. عاطفيا هيبان معانا، هنتاكد اكتر في القرايه العاطفيه. عندنا Palace of Cups، الناس السنه دي من برج الدلو ممكن يكون في مشاعر جديده وشكلها very promising، يعني حاجة كده ايه، الدلو مبسوط منسجم. او بالنسبة اللي مرتبطين بالفعل فهم يعني بصوا سيمفونيات، مبسوط جدا في الحالة العاطفية، قلبه حاسس ان هو مليان حب نحو شريكه. مخنوقين من ايه يا حبايبي؟ ليه الخنقة؟ لو موضوع الحاله الماديه او التغيير اللي عندكم ده فده حاله مؤقته يا جماعه، حاولوا ان كنتوا تفكروا شويه من بعيد، اطلعوا من المشكله وبصوا عليها من بعيد، مفيش حاجه هتفضل على حالها، كل حاجه مشيتها في يوم هتنتهي سواء حلوه او وحشه، فما تخنقوش نفسكم واسعوا واجتهدوا، بس ده المطلوب منكم. طيب الدلو قلقان جدا من الحاله الماديه، خايف ومرعوب، يعني مرعوب تمام؟ لا مش مرعوب، قلقان وحاسس ان هو انا مفيش بايدي حاجه، بس كمان شويه صغيرين جدا هيكتشف ان هو في ايده كل حاجه، وهيشتغل وهيركز وهيوصل لنتائج ان شاء الله مبهره. اتمنى اكون وصلت الطاقه اللي انا شايفاها للدلو. الدلو زي ما قلنا بيبتدي مرحله جديده من حياته، خايف جدا من التغيير، خافش بالعكس، التغيير ده مهم وجاي في وقته تمام. استعد لمرحله بناء مهمه جدا يا برج الدلو، هيكون ليها تاثير كويس جدا في حياتك بعدين. طيب الدلو صحيا اخباره ايه؟ انا شايفه ان هو لا كويس، صحته الحمد لله ممتازه كمان، لا كويسه جدا جدا. بس بالنسبه للدلو اللي هما في حاجه معينه مش عارفين يوقفوها، عاده سيئه طبعا ايا كانت بقى، التدخين، حاجه بتضر صحتهم، حاولوا ان هم يوقفوها، بس انما الصحه الحمد لله شايف ان هي كويسه جدا جدا جدا. او ماي جاد، سبحان الله. طب الناس اللي متابعين اللايف ويعني عارفين برجي ايه وبرج جوزي ايه، يعني هيفهموا الموضوع عامل ازاي. تمام. جميل. شوتكو شهر سبعة ان شاء الله ماديا هيكون في وفرة باذن الله عند برج الدلو. تعالوا نبتدي. الدلو حالته عاملة ازاي؟ الدلو شايف ان هو عنده كل حاجة ممكن يكون شريكه محتاجها. كل حاجة. عنده كل الالمنتس. ويعني ناجح جدا جدا في العلاقة. هو ممكن ده يكون صحيح بس من وجهة نظر الدلو. اوكي؟ بس يعني انك انت تكون بتحاول تكون ناجح في كل حاجة يا برج الدلو، ده في حد ذاته انجاز. ده في حد ذاته حاجة يعني فعلا يعني تشكر عليها. كويسة جدا انك انت بتحاول تغطي كل الثغرات ويبقى عندك كل الحاجات، يعني السبورتيف، اللي بتسمع، الحنينة، العقلة، المثقفة، فاهمين قصدي؟ بيحاول ان هو يعمل كل الحاجات تمام؟ The world، ان هو يكون العالم لشريكه تمام؟ تعالى نشوف شريك الدلو الناحية التانية شايف الموضوع ازاي؟ لا شريك الدلو مش مبسوط وحاسس انه مش مرتاح. لا هو مش مرتاح على فكرة،
ومستفز، انا شايفاه كمان مستفز، النايت اوف وانز. خلينا نقول بقى لشركاء يعني للدلو، ما تحاولش انك انت تستفز شريكك قوي الفتره دي الشهر ده، لان هو مستفز اصلا في حاجه، يمكن تكون الحاجه دي بعيده عنك اصلا، ما انت مالكش علاقه بيها، حاجه تانية من بره يعني من الفيزياء او بس خلينا نقول ان هو ايه، مش هيعدي او مش هيسكت، لا هيعمل، ممكن تبقى حاجه صغيره قد كده، لا هيعمل منها موال موال. فحاول ان انت ما تختبروش في الحته دي، سيبه في حاله. طيب الجدي، الجدي سوري الدلو نفسه في ايه؟ انا شايف ان هو يعني بالنسبه لشريكه تقريبا محتار، هو مش عارف يرضيه ازاي، يعني هو تقريبا حاسس ان هو طب اعمله ايه، ده ولا ده، طب هو فعلا مش عارف، هو فعلا في حيره، الدلو فعلا في حيره، هو مش عارف يرضي شريكه ده ازاي، او ان هو يعني يكسبه ازاي او يخليه سعيد ازاي. كويس. طيب شريك الدلو الناحيه الثانيه عايز ايه؟ ده عايز 8 اوف كوينز. ممكن يكون هو مركز في ماديات اكتر، او في حاجة شغلة تفكيره وهو متعمق فيها جدا، زي صورة الكارت بالظبط، ما هي مرسومة ان هو بيتعلم حاجة جديدة وشداه جدا، جذبه جدا، لا عايز يسمعك ولا عايز يعني مش عايز منك حاجة اصلا، هو عايزك عايز يتساب في حاله عشان هو مركز في حاجة يعني فعلا فاصلة في حياته. تمام. فسيبوه، سيبوه يركز، سيبوه يركز، هو بيدرس حاجه، يمكن بيذاكر فعلا، يمكن عنده في امتحانات او في حاجه شغال عليها، يمكن بيذاكر لحاجه مشروع عايز يعمله علشان يطور من حالته الماديه. تمام. يمكن بيتعرف على يعني علم جديد، في حاجه شغله بال شريك الدلو وعايز يركز فيها وعايز يثبت حاجه. الدلو شايف شريكه ازاي؟ نفس الكارت بس الاحمر بتاعه، ده نايت، ده نايت اوف وانز وده نايت اوف سوردز. تمام. شايفك مزعبب، لا هي مغيمه، الدنيا مغيمه هنا، ابعد عنه. طيب شريك الدلو شايفه ازاي؟ شايفه ان هو بيتعامل معاه بمرونه، مش مع يعني متفهم، صابر عليك، واضح ان التمبر كان عالي جدا عند شريك الدلو وروحه خلقه في مناخيره، والدلو مستحمل ومقدر وبيحاول ان هو يصبر. تمام. حلو جدا جدا. الطاقه ما بين الدلو وشريكه بيرفكت، مفيش احلى من كده عندي، ده هاي بريستس، حاله من الروحانيه عاليه جدا، فيها شفافيه حلوه قوي، فاهمين بعض من نظره، يعني بصوا لبعض فاهمين بعض هم عايزين ايه. الكارت ده كمان في حاجه فيها ممكن يكونوا بيحلموا ببعض، يعني عايزه اقول لكم اتصال او تواصل مش مادي، زي ما قلت عن طريق نظره، عن طريق افكار، لو كل واحد فيهم في مكان، الاحلام الطاقة فيها يعني ما بينهم فيها كده، فيها تواصل روحاني قوي، حتى لو الكابل دول سايبين بعض ممكن يكونوا بيحلموا ببعض الفترة دي. ايه تاني بقى عندنا الشهر ده؟ العلاقة ناشفة فعلا، واضح انه شريك الدلو يعني مش رومانسي قوي الشهر ده، لكن الدلو صراحة شايف ان هو بيحاول يعمل اللي عليه بس، خلاص عندك كده برج الدلو، وما تحاولش انك انت، مش مطلوب منك تعمل اكتر من كده، خلاص جست اقف هنا، اتعامل عادي زي ما انت، صبور مرن مرح، الدنيا حلوه جدا، بس ما تحاولش انك انت توصل شريكك لحاله من الرضا الفظيع، لان هو مش في دماغه ده دلوقتي، انت مش المشكله، الدلو مش المشكله عند الشريك خالص، مش انت السبب. اوكي. او مش انت سبب دلوقتي، يعني ممكن تكون كنت سبب قبل كده بس دلوقتي لا، انت بريء. تمام. الشهر اللي جاي زي ما قلنا لكم، زي ما قلت لكم في هنا شايفه حاله وفره، مش لازم الوفره ان هي تكون في الفلوس في الماده، ممكن تكون في حاجه تانية، بس شايفه امان واستقرار وخير، شايفه خير كويس جدا بالنسبه للعلاقه، العلاقه مثمره، مثمره فيها حاجات حلوه.
ويعني فيها هدوء، فيها راحة نفسية. تمام، شهر 7، إلا إذا ما كانتش حاجة كمان أحسن من كده، يعني أقصد يعني حاجة مادية أكتر من كده. شهر 8 والله أعلم، شايفة برضو إن العلاقة بتتطور بشكل حلو قوي. ممكن ده كمان بيحكي بسفر، ممكن في سفر في شهر 8 عند برج الدلو أو شريكه أو الاتنين مع بعض بيسافروا مع بعض، أو تطور في حياتهم. يعني لو اتنين لسه ما ارتبطوش رسميا، انه بيرتبطوا رسميا، بيتخطبوا او حاجه، المهم ان العلاقه بتتطور بس وبشكل سريع. اللي سايبين بعض في رجوع ولا لا؟ معلش دايما بنسى السؤال ده، ثانك يو انك فكرتيني. حبيبي بصي الطاقه موجوده، انه ممكن